أهلا وسهلا بكم جميعا. النهاردة معلش اتأخرت عليكم في الموضوع ده، هوريكم بوت ده أكيد هيساعد ناس كتير قوي، بس أهم حاجة يعني تبقوا عارفينها من متطلبات البوت ده إن هو محتاج كمبيوتر، يعني مش هينفع يشتغل على التليفون أبدا. هو البوت ده بيعمل إيه؟ حاليا أنا عامله لحد دلوقتي إن هو بعمل بلاي ليست، والبلاي ليست ده هي عامل بعد كده صفحة ويب تانية أنا مصمم، بس ده داخلية على الكمبيوتر يعني. وهو بيشغل البلاي ليست ويعلق على فيديو يعني بالمدة اللي أنا محددها زي ما أنا هوريكم دلوقتي. أنا هبدأ دلوقتي أعمل بلاي ليست. طبعا أنا هشتغل على قناتي عشان محدش ما مش قادر أشتغل فيديوهات حد، دي على قناتي بس، يعني حساب تاني بس بشتغل بيه على قناتي عشان هو الطبع والنشر. هعمل مع بلاي ليست، هسميها ماي بوست وخليها خاص من شيء. هاخد بردك الفيديو ده وده كمان عشان أبدأ. وهاخد كمان ده هوت، هاخد فيديو تاني وفعل كده يعني، او فيديوين ممكن اخد دوت وده هوت ممكن كده بعد كده اهوت البلاي ليست. ادي هنا فيها 7 فيديوهات. اوكي كده تمام. اروح ساحب الصفحة دي عشان محتاجها بره كده اهوت، حطها اهي وانا عامل هنا صفحة ويب اهي، دي انا كاتب فيها كل التعليقات اللي انا عايز احطها. هقول له open with، معلش هو الكمبيوتر عندي بالالماني، هي دي معناها open with جوجل كروم. وهخلي دي هنا ودي هنا عشان انا مظبط البوت اللي هو ده الاماكن الصح بتاعته، بس اهم حاجه يكون في حاجه تانية بردك، لازم تكون اللغه لغه اجنبيه، انجليزي الماني فرنساوي، بس عربي مش هيشتغل معاكم عشان الاوامر بتاعته بس. و هاجي هنا هو كده نازل ده كله دي مش عايزاني دلوقتي، هو ده البوت اللي احنا هنشتغل عليه. هقول له اوبن ويز بردك، وبرنامج اللي هو كتابة الاكواد كده تمام. هقول هدوس على الزرار ده كده هو هيبتدي، ماشي هيبتدي يسألني سؤالين أو. انا معاش مستني بس هيبتدي يشتغل كده بيقول لي هتشتغل في كام فيديو. طبعا انا هاجي هنا كده معلش عشان ما تلخبطش، خلي دي اي صفحة تانية. هاجي انا هنا هي على البلاي ليست مكتوب كام 7 فيديوهات، يبقى انا ايه هاجي هنا وهقول له 7 وهدوس انتر. فبعد كده بيقول لي انت عايز دي، بيقول لك انتر فيديو لانجز ان سكند، دي بيقول لك انت هتتفرج على الفيديو لمده قد ايه بالثواني. يعني دلوقتي انا عايز اتفرج لمده دقيقتين يبقى اقول 120، عايز دقيقه مثلا، بس طبعا الدقيقه دي مش حلوه يعني لاي حد، دقيقه يبقى اقول 60، عايز 3 دقائق يبقى هضرب 3 ب 6 يبقى 180. دلوقتي انا هشتغل دلوقتي مبدئيا هقول 120 وهدوس انتر واروح بسرعه على الصفحه اللي انا كنت فاتحها، بس لازم اكون فاتح دي اصلا عشان نسيت اشغلها كده اهو. بس هو كده هيبتدي يشتغل اهوت،
هو بيختار عشوائي من اللي انتوا شايفين من من التعليقات ديت. هو بخليه يكتب في الاول في الحته ديت زي ما انتوا شايفين، وبعد كده يمسحها. ده عشان بيحصل مشاكل في الكتابه تحت بعد كده، لما بياخد بيعمل نسخ من الصفحه التانيه ويجي يحط في الحته التانيه احيانا بيحصل لخبطه، ما بتجيش مظبوطه كده غلط يعني. طبعا الاعلانات هتعدي، دقيقتين وهتلاقوه ايه لوحده. انا ما بعملش حاجه، انا ادي الاثنين اهي قدامكم الورق، وادي اهي بعيد عن الكمبيوتر بعيد عن اي حاجه، وهو ايه هيشتغل مع بعضين اربعه ايدي كمان. او اتفرجوا معانا بقى على الارنبيط اهو بيتعمل. هو بصراحه يعني البوت ده هو تريحنا كتير قوي يعني. انا بعمل ايه، بخش على التعليقات الناس اللي كتبت لي بقى عشان ارد عليهم بتعليق في قناتهم، بروح داخل على قناتهم واختار فيديو واحطه في البلاي ليست واجمع الفيديوهات كلها. ممكن اجمع لي اوقات بجمع 60 70 تعليق واشغلهم وبمشي بقى مع نفسي، ماليش دعوه بحاجه. هو بقى بيعلق. ممكن كمان اخرج انا بقى، انا في الغالب انا موضوع الدقائق دي انا لسه ظابطها النهارده، بس انا عامة يعني كنت ظبطه ان هو يشغل الفيديو لمدة 3 دقايق، بحيث يعني ما بقعش الناس الفيديوهات و يستفيد يعني ما ضرهمش يعني. لكن انا بصراحة اللي بلاحظه ان يعني بدأ عندي مشاهدات كتيرة، بس ما فيش اساسا وقت يعني. شكلها كده الناس تخش تكتب تعليق وتجري، تكتب تعليق وتجري. شفت هو نزل عند التعليق اهو وهيبتدي يكتب التعليق. انا معاكم ما فيش اي حاجه. راح الفيديو اللي بعده وده بعد كده اخد. وهيشتغل كده، هيشتغل برضك ساعة دقيقتين وبعد كده هيخش على الفيديو اللي بعده. طب بصوا انا عشان بردك ما نطولش، انا هعمل لكم الموضوع اسرع شويه، هوقف اللي شغاله دلوقتي وهخليه يشتغل نص دقيقه بحيث نخلص بسرعه الفيديوهات كلها. هو كده احنا المفروض عدى واحد يبقى 6، وهنقول هنا 30 بس كده. كده همسح التعليقات وامسح كل حاجه، مش مشكلة عندي. أجي هنا وأجي بسرعة على ده هوت وأسيبه بقى كده أهو. استنى بقى لما هو إيه هيبتدي يشتغل تاني. 30 ثانية مدتين سنة ثانية طويلة أوي كده اللي مش عارف بصراحة. مش طويلة. ده كان على اللي بعده وهكذا بقى هيقعد تاني. انا مستني تعليقاتكم بصراحه، لو الموضوع عجبكم انا هشرح لكم حته حته ازاي بيتعمل. و ده الفيديو اللي شغال دلوقتي بتاع البوت التاني اللي هو بتاع التعليقات بتاعت اللايف وجروبات العروض الاولى. لو الفيديو عجبكم بصراحه انا مش مستعد اشرحه لكم، بس يعني محتاج بقى تشجيع منكم يعني. الموضوع هو
مش سهل ومش صعب يعني. هو الفكرة يعني مش جديدة، بس يعني ما لقيتش حد طبقها بالشكل ده، لأن حاجة تقدر تطبقها على على اليوتيوب. احنا كده تقريبا وصلنا للفيديو الرابع. انا معاكم لغايه ما يخلص، هو فاضل يعني، هو قرب كده، مش اهو دخلنا في الخامس، وهو بعد كده اساسا مش هيعمل حاجه يعني، هيقف يعني. هو كمان يستحسن ان انتم ما تشغلوش اللي هو اوتو بلاي بتاع اللي هو تشغيل تلقائي الفيديوهات، تقفلوها عشان لما يخلص يقف بقى مع نفسه، ما يقعدش بقى هيفضل شغال الكمبيوتر لو انتم مش موجودين يعني. لكن كده انا بسيبه بحيث ان هو حتى يقفل الشاشة، يوفر كهرباء. هو كده في الخامس، ناس فيديوهين تاني. اهو دخلنا في السادس اهو، زي ما انتم شايفين اهو، انا عشان حركت الماوس مش هديله بقى عشان اتاكد بس هو شغال. ما بص شغال. هي في حاجة كمان ممكن تتضاف فيه يعني، لو الإعلان طلع طويل وكده، ما هو كده متفرجش على حاجة، واتفرج على الإعلان ومشي يعني. في حاجة كنت أنا أعملها بس ده شلتها عشان كنت بعمله ده على السريع، إن هو بعد الإعلان يعني يعد الوقت بتاعه، اللي هي يعني مثلا نفترض يعني مثلا أوقات بيجي إعلانات عندنا هنا لمدة ساعة وشوية يعني، فهو اتفرج على الإعلان مثلا لمدة دقيقة، بعد الدقيقة يتخطى الإعلان، وبعد ما يتخطى الإعلان بيعد بقى الدقيقتين، ال3 دقايق، ال5 دقايق اللي انتوا ايه عاملينها يعني. وانتوا ممكن برضك لو انتوا بتشاهدوا البعض يعني، ممكن تستخدموا البود دوت، هيريحكم كتير يعني، بدل ما الواحد بيبقى قاعد. هو كده اخر واحد اهو، خلاص اوريكم بقى النتيجة بعد ما تخلص ازاي. هو دلوقتي بص هنا المفروض مش هينقل بقى، خلاص وقف. هنستنى شوية، ما هو مش هيروح اللي بعده، لأن كنت مديله العدد الموجود آخر مرة، اديته 6 عشان احنا كنا اتفرجنا على واحد قبل كده. دلوقتي كده هو خلاص خلص، مش هيشتغل تاني. أوريكم بقى هو علق ولا معلقش. الفيديو الأولاني أهوت أهو، الفيديو التاني التالت، هو التالت انا كنت عامل، كنت بجرب فيه قبل كده، فمعلق في مرتين، امسح ده كله. ده انا الفيديو حطه مرتين، ماشي عشان كده. وده هو اهو، وده كمان. ادي علق على كله، كل الدنيا تمام. طبعا انا عامل الصفحه دي، الصفحة دي فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تعليق مختلفين، بحيث ان ما يجيش وقف لك التعليقات، لان قبل كده جربتها وكنت واخد تعليق واحد وبحطه للناس كلها، جه بعد تقريبا 10 11 فيديو 10 لا 20 تقريبا فيديو، وراح قال لا في حدث حصل مشكلة.
حصل مشكلة في التعليق. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، و ما تنسوش بقى اللايك والتعليق يعني هم مستنيينكم إن شاء الله في فيديوهات تانية، ومع السلامة.